السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال الأندلس. النهاردة معانا فصل الأول تاريخ للصف الثالث الثانوي، هنقدمه بشرح مبسط للفصل كله إن شاء الله، لو حتى ممكن يبقى على جزئين تبع الوقت معانا إن شاء الله. وبرضو معانا جميع الأسئلة بعد الشرح إن شاء الله، أسئلة الكتاب، وبعدين معانا أسئلة الثانوية العامة حتى 2017 و2018 ان شاء الله، هنقولها لكم ان شاء الله. دي كل حاجة عن الفصل الاول ان شاء الله نبتدي بيها، وهنبتدي اولى حلقات الشرح النهاردة للصف الثالث الثانوي. معانا الفصل الاول. الفصل الاول بيتكلم عن الحملة الفرنسية على مصر والشام منذ 1798 الى 1801. في سؤال دايما بيتكرر وكتير او بكذا طريقة، انا جات بقى حتى مهم جدا، فكرة احتلال فرنسا لمصر او تطور فكرة احتلال فرنسا لمصر او ايد بالادلة لم تكن الحملة الفرنسية 1798 اول محاولة فرنسية للسيطرة على مصر، او اهتمام فرنسا باحتلال مصر خلال العصر الحديث. بصوا يا جماعة، السؤال لما يتكرر بكذا طريقة اعرف السؤال ده مهم. السؤال دايما زي الحرباء، تتغير ألوانها ولكن هي في الآخر حرباء. فالسؤال عندنا بيتكرر بكذا طريقة. عايزين نحل السؤال ده، نحله ازاي؟ احنا عندنا فكرة احتلال فرنسا لمصر، هنعتبر مصر دي بنوتة، وكتير قوي كان عاوز يخطبها، وكتير جدا كان عاوز يتجوزها غصب عنها. ففي عندنا فرنسا تتابعت ملوكها مرة على مرة عشان يحتلوا مصر. طب هنا بقى ايه في الموضوع ده؟ قالك فكرة احتلال فرنسا لمصر في ايام لويس ال14 في القرن ال17. مال لويس ده؟ السؤال خلي بالكم مره جاء في الامتحان كده، قال لك لويس ال14 في القرن ال18 صح ولا غلط؟ الاجابه هنا لويس ال14 في القرن ال17. كنت عاوز يعمل لويس، قال لك كان الغرض ضرب التجاره الهولنديه في الهند ولا تمر مصر، ادي اول حجه. يبقى لويس ال14 جاي مصر ليه؟ قال لك عشان ضرب التجاره الهولنديه. يعني كل واحد له وجهه نظر، كل عشان يحتل مصر بس بطرق مختلفه وطرق ملتويه. لويس ال15 في القرن ال18 ليس عن طريق ارسال حمله عسكريه، لا كان بجح شويه بقى، قال لك انا كنت طمعان في مصر فروحت لمين؟ الدوله العثمانيه اللي كانت مسؤوله عن مصر، اطلبها سلما، اهو تنازل الدوله العثمانيه عنها لفرنسا بسلما او باي فلوس. يعني المره الثالثه تكررت المره الثالثه، وقلت تكررت ليه؟ لان جت في الامتحان قالت تكررت المره الثالثه في عهد لقط، في عهد لويس ال16 في القرن ال18. ليه يا عم؟ قال لك لتسهيل اتصال تجارة فرنسا في شرق اسيا عن طريق المرور بمصر. طب تمام قوي، الجديد الفكره ولا وقفت على كده؟ يعني وصل 14 خلصنا منه، 15 خلاص، 16 خلاص، لا الجديد الفكره مره تانية بعد قيام الثوره الفرنسيه. ليه؟ لتامين فرنسا تجارتها من خطر المماليك على يد نابليون، اللي قال لك عاوز اضرب انجلترا في اكبر مستعمره ليها عن طريق احتلال فرنسا لمصر. نيجي بقى بعد كده، ايه العوامل اللي ادت الى قدوم الحمله الفرنسيه على مصر؟ اوضح ما العلاقه بين الثوره الفرنسيه والحمله، او هل الحمله وليده الثوره؟ كل دي اسباب وكل دي نتائج وكل دي اسئله هنشوفها. او بما تفسر ارسال فرنسا حمله على مصر، او الصراع الاستعماري بين انجلترا وفرنسا. الصراع يا جماعه الاستعماري بين انجلترا وفرنسا زي القط والفار كده، استمر ده من القرن ال17 لغايه القرن ال18، لغايه اما اتفقوا مع بعض واتفاق ودي 1904. المهم كانت الحملة الفرنسية على مصر جزء من الصراع الاستعماري بين نقط ونقط انجلترا وفرنسا، وبدأ الصراع ده امتى؟ بين انجلترا وفرنسا في القرن ال17، واستمر لغاية امتى؟ القرن ال18. قامت الثورة، والثورة ديت لما قامت كانت أول ثورة اجتماعية في أوروبا كلها. حتى تحتها خط لما بيجي في الامتحان برضه، قال لك أول ثورة اجتماعية في أوروبا ثورة نقط، ومرة جت في الأزهر 2015 قال لك قارن بين ثورة 19 وثورة فرنسا من حيث النوع. خلاص؟ حيث انه هنا ثورة اجتماعية، ومن حيث قائد الثورة هنا الطبقة الوسطى، هناك سعد زغلول والشعب المصري. المهم بدأت الثورة في 14 يوليو 1789، واللي قام بيها الطبقة البرجوازية أو الطبقة الوسطى اللي اتحالفت مع الطبقة العامة، وبالفعل عملوا الثورة. طب إيه نتائج الثورة؟ نتائج الثورة القضاء على النظام الملكي وإعلان الجمهوري. حلو. وإيه كمان؟ حطموا سجن هناك كان شديد جدا اسمه سجن الباستيل أو الباستيل. يا ترى الدول الجيران هتسكت؟ قال لك لا، تحالفت دول اوروبا كلها ضد فرنسا بعد قيام الثوره. خلي بالكوا الاسباب كتير، منها اللي هم مش عاوزين الثوره تطلع بره علشان ما يتحولوش الى جمهوريه. تمام؟ ادرك بقى ملوك اوروبا كلهم
خطر الثورة. يبقى هنا أدرك ملوك أوروبا كلهم خطر الثورة على أورشليم فتحالفوا معا. ليه؟ ليه عملوا التحالف الأوروبي للقضاء على الثورة الفرنسية كمان؟ ها، منع تسرب مبادئها خارج حدود فرنسا. فكانت إنجلترا عنصر مهم جدا في التحالف ده اللي شنته على فرنسا، خلي بالكم. وهتنجح فرنسا فعلا في القضاء على كل التحالفات دي إلا دولة واحدة، إنجلترا. جاء سؤال مرة من المرات في 2016-2017 قيام الثورة نقط، فأصبحت الحاجة لمستعمرات لتصريف إنتاجها، الثورة إيه؟ الصناعية. تمام؟ نشوف إيه اللي حصل بعد كده. في رأي اختلف بين الحكومات، حكومة فرنسا ونابليون. كانوا قاعدين في قاعدة وقال لك يا جماعة احنا عايزين نضرب إنجلترا. في ناس قالت طب نضرب إنجلترا في بيتها في عقر دارها، لكن القصير المكير نابليون قال لك لا. نشوف كده مع بعض القصة دي. اختلاف رأي بين حكومة فرنسا ونابليون، كان رأي حكومة فرنسا ضرورة ضرب إنجلترا في عقر دارها إلى أن تفوق الأسطول الإنجليزي حال دون ذلك. نابليون يفكر وهم يفكروا، قال لك بس نعمل إيه؟ نوجه ضربة عسكرية إلى إنجلترا خارج أراضيها. إزاي يعمل نابليون؟ قال لك نغزو مصر، نحتل مصر عشان نسهل مرور التجارة الفرنسية للشرق بدل من طريق رأس رجال صالح، وفي نفس الوقت نقضي على الأسطول إيه؟ الإنجليزي اللي كان مسيطر على الطريق ده. وفعلا هدفت الحملة لضرب الإمبراطورية البريطانية في الشرق وإقامة الإمبراطورية الفرنسية، وده ناخدها بعد كده في أهداف وأسباب الحملة الفرنسية. طب نسأل نفسنا كده، صعوبة تحقيق فرنسا النصر على إنجلترا ليه؟ اشمعنى إنجلترا الوحيدة اللي ما قدرتش تكسبها؟ قال لك بسبب موقع إنجلترا الجغرافي المنعزل عن أوروبا كلها، ونظرا لتفوق الأسطول الإنجليزي. ومن هنا بدأوا يفكروا فين؟ في ضرب إنجلترا خارج أراضيها، خارج إيه؟ أراضيها. طب بما تفسر أهمية التعرف على أحوال المجتمع المصري؟ السؤال ده ما جاش غير مرتين في تاريخ الثانوية العامة. بما تفسر أهمية التعرف على أحوال المجتمع المصري قبل الحملة الفرنسية؟ واحد، لفهم تطور الأحداث وأسباب الهزيمة. اتنين، لمعرفة أسباب مقاومة المصريين للحملة. يا ترى عملوا إيه؟ معرفة الفرق بين المجتمعين الفرنسي والمصري. تمام، حلو قوي. هنسيب ده كله ونيجي على حاجة اسمها أحوال المجتمع المصري قبل الحملة الفرنسية وركز عليها قوي، وفي نفس الوقت ممكن لك أحوال المجتمع المصري أيام الدولة العثمانية. أيام الزراعة تدهورت. تدهورت الزراعة في عهد الحملة الفرنسية؟ لا، في عهد الدولة العثمانية أو قبل مجيء الحملة الفرنسية، عن طريق حاجتين يا جماعة. هنركز شوية كده، حق الانتفاع وحق الالتزام أو نظام الالتزام. إيه حق الانتفاع يا سيدي؟ كانت الأرض ملكا للسلطان، ماشي، المنع وتزرع عن طريق تكليف الفلاح، أيوة، بعد تزيد ما عليه من ضرائب. يعني معناها إن الفلاح ما هو إلا عامل فقط وليس مالك، ودي مصيبة. نظام الالتزام، كان جمع الضرائب يتم بواسطة واحد ملتزم أو ملتزمين، بيحصل واحد منهم على التزام أو امتياز من جمع الضرائب بناحية أو مجموعة نواحي، مجموعة قرى أو مجموعة عزب أو مجموعة حاجات هو المسؤول عنها، ومقابل ذلك بياخد قطعة أرض معفاة من الضرائب وتسمى الوسية. يبقى قطعة الأرض اللي الملتزم بياخدها نتيجة اللي هو بيجيب فلوس يديها للوالي أو السلطان أو غيره، بياخد وسية. الوسية دي مالها؟ أرض معفاة من الضرائب. أرض معفاة منين؟ من الضرائب، مقابل قيامه بجمع الضرائب، مقابل اللي ده خدام للباشا من المنتفعين. ولقد عانى الفلاحين كتير جدا من سلطة الملتزم وقوة الملتزم وظلم الملتزم في جمع الضرائب، وكان بيفرض ايتاوات كمان غير الالتزامات اللي كان بيدفعوه عشان يعوض ما دفعه الخزينة. ولم تهتم الدولة بأمور لا ري ولا جسور ولا حفظ أمن، ونتج عن كل ده طبعا اوتوماتيك اهتمام الفلاح بالأرض. لا طبعا، عدم اهتمام الفلاح بالأرض. طب يعني ايتاوة؟ الايتاوة ربنا عافينا منها، أموال بتجمع بالقوة زيادة عن الضرائب مقررة غصب عنك هتدفع. طب ما عيوب نظام الالتزام؟ عدم اهتمام الفلاح بالارض، لانك انت ما بتستفادش حاجه. اهمال الدوله لشؤون الزراعه، عن الفلاح من قسوه الملتزمين فتحت الضرائب. كل ده ادى الى ايه؟ ان الزراعه تدهورت. ركزوا معايا شويه. اما الصناعه، من غير ما نعرف الصناعه، الصناعه اكيد تدهورت لان الاساس مات. لما تكون الزراعه كاساس وقعت، اعرف ان الصناعه تقع. ازاي يا سيدي؟ بما تفسر تدهور الصناعة في مصر في عهد الدولة العثمانية أو قبل مجيء الحملة الفرنسية، كانت يدوية بسيطة لم تصل إلى الآلية كما حدث في أوروبا، وكان الصناع بينتظم في طوائف. وإيه الطوائف ديت؟ كانت همزة الوصل بين الطائفة والحكومة من حيث جمع الضرائب والإشراف على الإنتاج، وكان طوائف الحرف الصناعية كلها جزء من نظام الطوائف، بيضم أصحاب المهن كلها المختلفة، والكل فرد في المجتمع مكانته كلها تحت قيادة شيخ الطائفة. يعني شيخ الطائفة ما هو إلا همزة الوصل بين الطائفة والحكومة، وكان بيجمع
كل الضرائب دي كلها وبياخدها يوديها للسلطان او الوالي، وبالفعل كانت الصناعه كلها بتبقى بايظه. اما التجاره بقى، يبقى عند زراعه باظت والصناعه باظت، اعرف ان التجاره اوتوماتيك هتكون بايظه. بس في هنا كذا سؤال اتكرر في الامتحانات، ان التجاره نوعين، تجاره خارجيه وتجاره داخليه. خلاص، التجاره الخارجيه بمتفسر تدهور التجاره الخارجيه في مصر قبل مجيء الحمله الفرنسيه، او السؤال اللي جه في 2017 وكان من الاسئله اللي لفت. خلاص، ما العلاقه بين الكشوف الجغرافيه والازمه الاقتصاديه في مصر قبل الحمله الفرنسيه؟ علاقه كشوف جغرافيه وازمه اقتصاديه؟ احنا في الجغرافيا يا استاذ ولا في التاريخ؟ لا احنا في التاريخ يا باشا. طب ازاي؟ طب ايه كشوف جغرافيا؟ الله، ايوه كشوف جغرافيا اللي هو طريق قصر الرجال الصالح، والازمه الاقتصاديه التجاره. طب نربطها ازاي؟ ايوه نشوف بقى كده. تحول الطريق التجاري من الشرق والغرب، طريق قصر الرجال الصالح اللي كان بيمر على مصر دايما كله جاي جاي على مصر، وفجاه اتحول الطريق قصر الرجال الصالح لطريق البرتغاليين، فاقتصرت علاقه مصر بقى. خلاص بقى ما عادش حد بيروح ولا بيجي على مصر، فاقتصرت العلاقه بدول البحر المتوسط والسودان والحبشة وبلاد العرب بس، والاموال والهدايا المفروض كانت بتوصل الى السلطان. كل ده ادى الى ضعف التجاره ايه؟ الخارجيه. طب حلو، طب التجاره الداخليه مالها؟ قال لك ما هي اوتوماتيك بما تفسر تدهور التجاره الداخليه. شوف بقى المصايب بقى، العمله ما هي ثابته، الموازين والمكاييل من مكان لاخر مختلفه، عدم استقرار الامن، النزاع بين القوات العسكريه، غارات البدو، الاجانب سيطروا على كل حاجه، لدرجه ان الاجانب كان لهم امتيازات اجنبيه اللي هي التسهيلات دي حصلوا عليها من ناحيه اخرى، فسيطروا على كل التجاره. فده كان من اهم اسباب ضعف التجاره كلها. ادي كلمه ايه؟ التجاره باظت والصناعه باظت والزراعه باظت. نشوف كده يا ترى احوال الناس كانت عامله ازاي. ما بتصرش لعدو ولا حبيبي. ازاي كان المجتمع المصري قبل الحمله الفرنسيه؟ ينقسم الى فئتين اذكرهما، ده سؤال في الامتحان في 2013 تقريبا. او المجتمع المصري من الناحيه الاجتماعيه انقسم الى فئتين اذكرهما، ومما يتكون كل منهما. بتتكون من حكام محكومين. ايه هما طبقه الحكام يا سيدي؟ قول لي كده. طبقه الحكام الاتراك، دكوات، مماليك يعني. خلاص، وكانت لهم السلطه والنفوذ، ودول عايشين في عزله عن الناس، ما يعرفوش الناس اصلا، لا هم بياكلوا ايه ولا تعبانين من ايه ولا الكلام ده كله. عشان كده دول عالم تاني خالص. اما المحكومين المشايخ والعلماء والتجار كان هما الطبقه الوسطى، الفلاحين الصغار الغلابه اللي هما الطبقه العامه، ودول طبعا اللي ايه؟ اللي دايما بيتظلموا. طب بما تفسر احوال التعليم، هو التعليم هيبقى حلو ازاي؟ انت عندك التجاره باظت والزراعه باظت والصناعه باظت وكل الحاله الاجتماعيه متدهوره وحكام ومحكومين، انت عاوز يبقى فيه تعليم؟ قال لك والله انتشر الجهل، ساده الخرافات، الشعوذه، لم يبقى الا بصيص واحد بس في العلم، نور العلم الا في الازهر. والسؤال ده جه في الامتحان 2016 دور تاني اللي هو تدهور احوال التعليم في مصر في عهد العثمانيه او قبل الحمله الفرنسيه. تمام؟ عايزين نركز شويه واحده واحده كده، بالتالي يعني الفصل سهل وبسيط. الناحيه السياسيه، العثمانيين عملوا ادوات كتيره جدا في مصر عشان تحكم بها البلد. عملوا ايه؟ الوالي هو نائب السلطان. الديوان مراقبه الوالي. مراقبه ايه؟ الوالي. وممكن يعزله. البكوات وكانت مختصه باداره شؤون الاقاليم. طب السؤال بقى اللي جه حتى في ثالثه اعدادي وفي سته ابتدائي وجه مره في الثانويه او ثلاث مرات. حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه عوامل ضعف، او في طياته عوامل ضعف، او ما فشل نظام الحكم العثماني في مصر، او ايد بالادله التاريخيه حمل النظام العثماني في مصر في طياته عوامل ضعفه. ليه؟ قصر مده حكم الوالي، ان الوالي كان مدته من سنه لثلاث سنين. سلطه الديوان والحامله العسكريه كانوا بيسيطروا على الوالي اصلا، كانوا بيطبخوها مع بعض. ضعف الدوله العثمانيه في اخر القرن 17 لما كانت بتحارب روسيا، وتطلع البكوات للانفراد بالحكم، وده هنشوف دلوقتي قصه جميله قوي لعلي بك الكبير. تمام؟ نتيجه الضعف ده يا جماعه ظهر واحد اسمه علي بيك الكبير. ماله علي بيك الكبير؟ بما تفسر قيام حركه علي بيك الكبير بحركته انفصالهم فشلها؟ ايه السبب؟ نرجع كده بسرعه، ان كان في واحد اسمه علي بيك الكبير، كان من المماليك وكان هو شيخ البلد، وكان بيتطلع ان هو يرجع الحكم للمماليك تاني اللي كان قبل الدوله العثمانيه. طب عمل ايه؟ كان في فرصه جات له جميله قوي. ايه هي؟ الدوله العثمانيه دخلت حرب مع روسيا، تمام؟ 1968. ام هو استغل الفرصه، ام عمل ايه؟ عملت ايه بقى اللي هي مظاهره بقى؟ مظاهر حركه علي بيك الكبير، عزل الوالي، منع قدوم غيره، امتنع عن دفع الخراج، ضرب النقود باسمه. وكان علي بيك الكبير طموح وطموح جدا، واخضع الحجاز لنفوذه. وفجاه خلي بالك
كان فيه واحد ايده اليمين دايما وهو النائب بتاعه. مين هو؟ محمد ابو الدهب. قال له ابو الدهب روح يا ابن الشام افتحها، ونجح في دخول دمشق فعلا، لكن السلطان بعت له والنفس اماره بالسوء. قال له يا ابو الدهب انا هخليك رئيس مصر، هخليك ولي مصر، بس بشرط يا ابني اقتل لي علي بيك الكبير. وفعلا انحاز للسلطان ضد علي بيك الكبير، وعادت مصر ولايه ايه؟ عثمانيه تحت حكم ابو الدهب. واسئله كتير. يبقى تاني كده مع بعض، ايه النتائج المترتبه على وفاه محمد ابو الدهب؟ بعد ما وفاه محمد ابو الدهب تدهورت احوال مصر الاقتصاديه كلها وتقلصت التجاره الخارجيه. عندما وصلت الحملة إلى أرض مصر، كان مين بقى اللي تحت حكمها؟ أو مين اللي كان بيحكمها؟ كان تحت حكم ثنائي مملوكي هو إبراهيم بيك ومراد بيك. إحنا هنعمل الفصل الأول إن شاء الله على جزئين، الجزء الأول خلاص هيبتدي نخلص منه أهوت، والجزء الثاني هيكون بعده إن شاء الله. اشترك في القناة حتى يصلك كل جديد إن شاء الله. يبقى الوقت عرفنا اللي كان في خيانة عظمى بين محمد أبو الدهب وعلي بيك الكبير. استغل فرصته لو بيقدر يخش ويطلع عن علي بيك الكبير، وفعلا تم القضاء على علي بيك الكبير وعادت مصر ولايه عثمانيه بعد ان كانت تحت حكم مين؟ حكم علي بيك الكبير، اصبحت ولايه عثمانيه تحت حكم محمد ابو الدهب. وبعد ما مات ابو الدهب الدنيا باظت خالص في مصر، وبدا يبقى في صراع على السلطه. في الوقت ده نزلت الحمله وكان في مقاومه شرسه. سياسه نابليون لما بعت وبدا ينزل الحمله، ايه اللي حصل؟ بما تفسر سعي نابليون لتوطيد سلطة فرنسا في مصر قبل ما جه الحملة؟ أو وجد نابليون أن خير وسيلة لتوطيد سلطة فرنسا في مصر هي واحد لازم يجامل الدولة العثمانية ويجتذب المصريين لصفه. طب بعدين الدعاء اللي هو كان جاي عشان يحارب المماليك عشان يستنزف ثروات البلاد. طب إيه كمان؟ أعلن أن هدفه هو إنشاء حكومة أهلية يكون الحكم فيها لمين؟ للمصريين. طب حلو قوي الكلام ده. في الاخر بقى هدد بحرق القرى التي تقاوم الحمله الفرنسيه، وده كان منشور عبر نابليون عن سياسته من خلال المنشور اللي وزعه قبل وصول الحمله الى مصر، وده كان من ضمن الحاجات الغريبه. هل افعال نابليون توافق اقواله؟ طبعا خطا. السؤال ده كان جه مره ثانويه عامه، لكن طبعا ما رايك؟ يبقى نابليون بعت لهم انا بحب النبي وبحب القران الكريم وبحب الله، وانا اكثر الناس اعبد الله واكثر الناس احب النبي واكثر الناس أحب القرآن، ولو كان المماليك عندهم أي مستند يثبت إن هم الأرض ملكهم يثبتوا لي. وفعلا استغلها فرصة وبدأ يحتل البلاد. إيه اللي حصل بقى بعد كده؟ ما أسباب مجيء الحملة الفرنسية على مصر ومقاومة المصريين للحملة؟ وهنعرف موقعة إمبابة وموقعة أبو كرير البحرية، وهنعرف حاجات كتير جدا مقاومة الصعيد، وهنعرف أسباب فشل نابليون إيه ورحيله ليه، وهنعرف كليبر عمل ايه لما مسك الحمله ومينو اسلم وايه اللي حصل بعد كده، وهنعرف اثر وجود الفرنسي في مصر سواء سياسيه او اقتصاديه واجتماعيه، وسواء المنهج اللي استخدموه في الفكر والمجمع العلمي. كل ده هنعرفه ان شاء الله، بالاضافه طبعا للاسئله اللي بعد كل فصل ان شاء الله. تابعونا على قناه اجيال الهندسه حتى تصلك كل جديد. ده الجزء الاول من الفصل الاول ان شاء الله. تابعونا لكل جديد ان شاء الله، اشترك في القناة حتى تصل لك كل جديد. كان معكم اسامة رزق مؤسس اجيال الاندلس، في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.